سائلة تقول: كيف نعرف زمن الحيض؟ والله زمن الحيض يختلف باختلاف يعني البنات وباختلاف الزمان. يعني المرأة يعني إذا كانت مبتدئة لأول مرة غادي يجيها الحيض فإنه يظهر له علامات، تظهر له علامات، يعني تظهر علامات أنه يخرج هذا الدم، وهو دم يعرف كما قال النبي صلى الله عليه صلى وسلم، الله عليه وسلم. أو يعرف بأنه رائحته معروفة عند على النساء. وفي حالة الشك هل هو حيض أو ليس بحيض فأفضل شيء يستشار مع الطبيبة المختصة. أصبح من الضروري يعني هل هذا دم مثلا حيض أو دم يعني فساد، فلا بد من الاستشارة. ثم بعد ذلك تصبح المرأة معتادة لأمر معين فتنتظر يعني حيضتها في الوقت الذي غالبا يعني إما في نصف الشهر أو في آخر الشهر، يعني حسب عادتها. نعم، يعني هذا هو. ومن الجدير بالإشارة سي يونس، وهو أن بعض الأخوات تظن على أن علامة البلوغ هي خاصة بالحيض، رغم أن الحيض هو العلامة البارزة وهي الغالبة وهي التي تتميز بها المرأة عن الرجل، وإلا فالبلوغ علامته مشترك بين الرجل والمرأة، وهو يعني قضية شعر الإبط أو شعر العانة. هذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها الأمهات، بمعنى قد يتأخر الحيض لكن الشعر قد ينبت، معنى ذلك أن البنت قد بلغت، فلا ننتظر حتى يعني تظهر علامات الحيض ونقول بعد ذلك أنها لا، قد تبلغ البنت إما بهذه العلامة وإما بالحيض وإما بالسن كما ذكر الفقهاء. هذا أمر لا بد من الإشارة إليه. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير على التنبيه، بارك الله.